اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. قرار الركراكي قبل الديربي. اتخذ وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم قرار حكيم قبل مواجهة الديربي بين الرجائي والوداد برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مطلع أن الركراكي قرر دخول لاعبي فريق الوداد الرياضي في معسكر إعدادي مغلق بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يومه الثلاثاء بعد نهاية الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم وأوضح المصدر نفسه أن هذا القرار يأتي من أجل تركيز اللاعبين أكثر على المواجهة نظرا لأهميتها، بحيث أن تحقيق نتيجة إيجابية ستقرب النادي الأحمر من تحقيق لقب الدوري الاحترافي. تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي ستجرى يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 5 مساء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.